يلقى وبيضة وما يزيد الدوازي كون بقصة وغازي ألقى الصر كادة والتسرع كلنا لما كنا صغار تعلقنا بشعار معين وبطقم معين، كل هالأطقم والشعارات نادي الهلال حققنا فيها بطولات وحصدنا الذهب ولله الحمد. كل هذا كان بجهود أبطال، لكن كنا على يقين أن أهم شيء عند الجمهور الهلالي والمحبين الهلاليين هو تحقيق البطولات. ثلاث سنوات حققنا أكثر من 180 بطولة على مستوى كافة الألعاب والفئات، جمعنا كل أدبيات ومبادئ وقيم نادي الهلال من أيام المؤسس عبد الرحمن بن سعيد رحمة الله عليه. فخورين بأن نكون رواد، فخورين بأن نمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، فخورين أن نكون أبطال، وأكيد فخور أني أكون هلالي.